السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا برنامج جديد النهاردة للأطفال، تكملة للحلقات اللي قبل كده. الدور اللي فات كان معانا فيديو بيتكلم على الحيوانات بأسمائها بصورها، لكن ما كانش مفتوح أو ما كانتش الحيوانات فيه كتير قوي. لكن النهاردة جايب لكم برنامج جديد اسمه كيدز بازل، هتلاقوه على المتجر بنفس الأيقونة دي أو الواجهة دي اللي موجودة باسم كيدز بازل. البرنامج هنا فيه حيوانات اكتر من البرنامج بتاع الفيديو اللي فات. الفيديو ده مهم جدا لان الحيوانات اللي موجودة ما قلناهاش قبل كده على فكرة. البرنامج هنا دي الايقونة بتاعته على فكرة، في كذا ميزة هنا في اللغة، يعني مثلا انا انجليزي، انا عامله على انجليزي، في روسي، في الماني، في فرنساوي، اسباني، كان كل اللغات موجودة هنا على فكرة حسب اللغة اللي انا عايزها. تمام. زائد ان هنا كمان في تحكم في الصوت، يعني انا كده انا كنت اقفل الصوت عشان خاطر اعرف اشرح البرنامج، كده ممكن اقفل الصوت واتكلم عادي، لكن انا حابب ان انا يعني تسمعوا الصوت لان الموسيقى نفسها خطيرة جدا على فكرة. هنخش كده على السكشن الاولاني. تمام. هنبص نلاقي نفس القصة بتاعت الدور اللي فات، تمام، بس حيوانات مختلفة. يمكن اللي يميز البرنامج ده برضك اللي هو الصوت، الصوت دقيق جدا، هو بيتكلم او بيقول اسماء الحيوانات على فكرة. طبعا احنا قصادنا الاسد وبنجمع فيه. البرنامج مناسب للثلاث سنين وفوق، اكتر من الثلاث سنين. البرنامج مجانا على فكرة على المتجر جوجل بلاي. الصوت lion 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 lion. خش على حاجة تاني، حمار الوحشي، ابتدي تجمع. زي ما قلنا ان البرنامج مجاني على فكرة، معلوش اي رسوم. كل اللي انت هتعمله هتخش على المتجر وتحمله. البرنامج مفيد جدا للطفل. سيبرا سيبرا سيبرا، حمار الوحشي. سيبرا سيبرا سيبرا. ممكن لو عايزين نغير نرجع هنا من الأيقونة دي ونجيب مثلا، هنجيب مثلا الزرافة. في أكيد حاجة ناقصة. ايوه دي الهوات. جراف، اسمع الصوت كده. جراف 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 جراف. انا قاصد طبعا ان انا اضغط على الاسم علشان خاطر الطفل يقدر يكون معايا ويسمع. يسمع، لازم يسمع الطفل، لازم يسمع في المرحلة دي على فكرة، وده هيساعده كتير قوي.
خصوصا لو هو ما عندوش اخوات ولاد مثلا او مش بيطلع او بيتكلم مع حد كتير. فالفيديو برضك فيه مميزات تانية ان هو بيسمع. خش على حاجة تاني. الجمل. انا بحب الجمل قوي على فكرة. لازم اضغط انا لو عايز اسمع صوت الجمل، بضغط على الجسم نفسه. عايز اجيب الاسم بتاعه كامل بضغط على عليه تحت. كامل. تحت. كامل. 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 خش على حاجة تاني. كلب البحر. طب نشوف حاجة تاني. نرجع مونكي مثلا. الموزة صح. نجيب حاجة جديدة. طبعا البرنامج تحفة على فكرة خالص للأطفال، تحفة جدا، من أهم البرامج. أنا دخلت على برامج كتيرة صراحة، البرنامج بجد تحفة، تحفة من كل حاجة يعني، كصوت كموسيقى، الموسيقى جميلة جدا. طبعا البرنامج مفيد جدا من ناحيه ايه، بدل ما انا اخلي الطفل يخش على فيديوهات هو مش عارف زي التيك توك والحاجات دي ويشوف مثلا حاجات غير مناسبه لسنه، لا الفيديو ده مناسب جدا. تايجر 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 تايجر. طبعا النمر مش من اكل الفيجيتيريان، مش فيجيتيريان خالص، تمام، مش من اكل النباتات، من اكل اللحوم، يعني بيحب ياكل اللحوم. خش على حاجة تاني. الفيل. طب نشوف حاجة تاني غيره. ممكن نشوف في خرتيت، في الزرافة. البرنامج في حاجات كتيرة جدا. الدولفين، تعال نشوف الدولفين. طبعا كلنا بنحب الدولفين. ده الديل. نشوف حاجة تاني. الواجهة بتاعته سلسة خالص وبسيطة. السحلفة. الدب. البرنامج جميل جدا على فكرة، وهيفيد طفلك خصوصا في مرحلة ان هو من بعد 3 سنين او
مش ما عندوش اصدقاء، ما بيطلعش كتير بسبب الموضوع كورونا، وانت خايفة عليه اجازة النصف العام اللي احنا فيها، فلازم الطفل في الفترة دي بيتكلم ويلاقي حد يتكلم معاه. لو ما فيش حد يتكلم معاه تمام، البرنامج مفيد ليك خالص على فكرة، ومفيد جدا لسنه. ياريت تتابعوني على قناة، قناة روميتا، هي قناة تعليمية للأطفال، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.